اهلا وسهلا متتبعي كويزين سارة ديزاد. اليوم جيتكم بواحد الوصفة تاع الموسكوتشو من اختراعي، موسكوتشو بالعسل. تابعوا الفيديو الاخير وراح تشوفوا الطريقة مع روتين خفيف. اهلا وسهلا متتبعي كويزين سارة ديزاد، جمعة مباركة ان شاء الله يا رب العالمين. نبداو الفيديو بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جبت لكم واحدة الوصفة تاع موسكوتشو من اختراعاتي أنا، نقولها سلاكة الواحلين. عندي ضيف قلت نبارطاجي معكم لا فيديو. نجوزو مباشرة على بركة الله للمقادير. بالنسبة للمقادير مش عندنا، عندنا ثلاثة حبات تاع ولا الدجاج، ثلاثة حبيبات بيض، عندنا لافاني، عندنا كاس غير ربع أعسل، عندنا كاس غير ربع مارغارين، عندنا بو تاع ياغورت أبريكو ولا أي ذوق يكون عندكم في البيت، عندنا لافارين، عندنا زوج باكيات تاع خميره، عندنا غير فاخل. دوك نجوزو مباشره على بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه نجيبو الغيسيبيون تاعنا ونفحصو فيه ولا الدجاج. البيض تولهو البنات راه يجي فاسد، دونك هنا يعني عرفو منين تشرب. ندير هنا مغرفه تاع الخل، مغرفه تاع الاكل، الخل ابيض ولا الخل اللي يكون عندكم. نديرو قرص ملح ونخلطو بالخلاط اليدوي فقط. بسم الله. احنا بعد ما خلطنا البيض مع القرصه تاع الملح والمغرفه تاع الخل، نجوزو نضيفو العسل. اليوم استغنينا على السكر، نضيفو العسل. احنا بعد ما ضفنا الكاس تاع العسل نزيدو نخلطو المكونات حتى ينسجمو مع بعض. المكونات نعاود نذكركم فيهم: ثلاثة حبيبات بيض، مغرفة خل تاع الأكل، قرصة ملح، وكاس غير ربع أعسل. أي عسل، أي نوعية موجودة عندكم في البيت، كسوسوا مخدومة في الدار ولا تاع الشرية. احنا بعد ما خلطنا جميع المكونات نجوزو نضيفو البو تاع الياغورت، أي علبة الياغورت، أي ذوق تكون عندكم موجودة في البيت، فارني أبغيكو قارص، يعني أي نوعية تكون عندكم في البيت. نخلطو المكونات كامل مع بعض. احنا بعد ما خلطنا العلبه تاع الياغورت نجوزو نكيلو الكاس غير ربع تاع المارغارين. انا ذوبتها وخليتها تبرد. بسم الله. بهذا الشكل نضيفوها تدريجيا مع الاستمرار في الخلط. بسم الله. هنا راح نقول لكم ذوق بزاف بزاف بنين على مارغارين. هنا بعد ما خلطنا لا مارغارين مع بقيه المكونات نجوزو نضيفو اول حاجه لافاني. بسم الله. هنا درت ذوق الكراميل، دائما لافاني البنات ضيفوها في الاخير باش تبقى محافظه على النكهه تاعها. ونجوزو نضيفو الفرينه على بركه الله. بسم الله. الفرينه بداو بالعقل باسكو انا هذه النوعيه جديده ما نجمش نعطي لكم الكيل تاعها. زوج ثلاثه اربع مغارف، دوك نقول لكم يعني ابي بخي شحال دات لي من مغرفه تاع فرينه عفوا. بسم الله. نضيفو زوج باكيات تاع الخميره ونغربلو الكل. لازم تغربلو الفرينه والخميره باش ما يبقاو لكمش هذوك لي غريمو. بسم الله. درنا ربع مغارف فرينه وزوج باكيات خميره. شوفوا البنات لو كان ما تغربلوش الفرينه والخميره تاع الحلوه هاد لي غريمو راح يشكلوا لكم عائق كبير. نخلطو هنا هذا الربع مغارف تاع الفرينه، ما راحش يوفيو بالغارض، راح تكون خفيفه بزاف. هنا نزيدو ربع مغارف واحد اخرين. بسم الله. واحده اثنين ثلاثة أربعة، صافي رانا في 8 مغارف تاع الفرينة. هنا بعد ما زدنا أربع مغارف واحد أخرين صافي رانا 8 مغارف. هنا مخصوصة شوية نزيد زوج مغارف ونشوف. بسم الله. علاش احنا ما عطيتلكمش الكيل من الأول؟ قلت لكم هذه النوعية جديدة تاع الفرينة، دونك هنا نروح معاها بالعقل حتى نعرف كيفاش نتماشى معاها. بسم الله. نظن هاد الزوج راح يوفيو بالغرض. شوفوا كي تغربلوا الفرينه ما راحش تشكل لكم عائق.
كما تقول لي ما في كلامها، ماشي من قدر الكرش احمد، كاين بزاف بالباكي يخدموا مباشره. لا لا، الفرينه تكون فيها خيوط، يكونوا فيها امور اللي لازم تتغربل. دونك هنا غربلوا دائما اي حاجه، اكسسوا سميد لافاني الخميره، اي حاجه تغربل غربلوها، ميم الكارانتيطا وتتغربل. هنا نزيد لها زوج مغارف باسكو راهو خفيف الخليط. بسم الله، صافي عندنا هنا 12 مغرفه تاع الفرينه. بسم الله، ونزيدو نخلطو. هنا صراحة البنات بان لي الخليط خفيف بزاف، نزيدو زوج مغرفات. صافي عندنا 16 مغرف تاع الفرينة، يعني هنا الفرينة مانيش نعمر بيها. هنا بعد ما زدفت لها زوج مغرفات تاع الفرينة، صافي خدات لي 16 مغرف تاع الفرينة. هذا هو القوام اللي راني نحوس عليه. هنا نجيبو المول ديالنا، المول اللي راح نطيب فيه هذا هو، دهنته بالمارغرين ونرشوه بشويه كاوكاو. ما راحيته انا ماشي محمص بهذا الشكل، دائما انا نوجدو هكا ونحطو نخدم به، نرشو به المول كامل في العود الفرينه. بسم الله، في ليكوتي في الوسط، راح يمد لكم ذوق شباب بلا ما تحمصوه، باسكو راح يكون في القاعده راح يتحمص وحده. احنا بعد ما درنا له الكاوكاو كامل داخل المول، نجوزو نهبطو الخليط تاعنا. هذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. بسم الله، ما لازمش يكون القوام خفيف باسكو ما راحش يطيب لكم الا القلب. دونك هنا لازم يكون بهذا الشكل، طلعوا المول للسما هكذا يعني عليوه باش يعني يدخلوا الهواء ويتنفخ لكم فاسيلمون. احنا بعد ما فرغنا الخليط كامل، نجوزو نخبطو هكذا حتى يعني يرفض كامل لافورم تاع المول. لازم تخبطوه دوكا يوفا يدخل في لاكويزينيير، راح يسوي الوتش تاعو كامل. انا في الوقت اللي كنت نوجدو في الموسكوتشو تاعنا، كنت ديجا شعلت لاكويزينيير تاعي، دوك ندخلوه يطيب على نار متوسطه، الشباك نديروه في الوسط كيما تعودتو معايا، حتى تجوز واحد 20 مينوت حتى 25 دقيقه باش ننجمو نحلو على الموسكوتشو باش ما يهبطلكمش. كاين بزاف اللي عندهم مشكل الموسكوتشو كيديروه في الاول يطلع من بعد يهبط. اولا المشكل الاول انكم ما تمدولوش حقو في لافارين، دونك هنا يجي خفيف صافي يطلع ويعاود يتفش. وثاني حاجه والمشكل الاساسي اللي هو تفتحوا عليه لاكويزينيير وهو مازال ما خداش لا فورم ديالو. دونك هنا يجوز 25 دقيقه على نار متوسطه باش تنجموا تفتحوا لاكويزينيير. دوك انا ندخلو هنا يطيب ونولو بعد ما يطيب. احنا بعد ما حطينا الموسكوتشو تاعنا يطيب، نجوزو نغسلو المعنات اللي درناهم. حبيت نوري لكم هنا، يعني وريتها لكم بليزيور فوا، مي حبيت اليوم نبارطاجيها معكم. هي الماع اللي نديروهم، واش نقول لكم يا العزاز، نقول جماعه هنا نجوزو نغسلوهم مع بعض باش نيتوايو لا كويزين تاعنا. كي يجو الضياف تاعنا يلقاو كل حاجه في بلاصتها. احنا ندني لكم لاكا ونتكلوا على ربي. بون بسم الله، يعني حبيت نوري لكم هنا باش تشوفوا بلي البنات نتعبوا بزاف باش نوجد لكم هذيك لا فيديو. ماشي بالسهل، لازم كلشي يكون بروب، كلشي يكون في بلاصتو، باسكو نعرفوا بلي الجزائريين يحبوا يتفرجوا يعني فيديو يكون مليح يكون بروب كلشي يبرق. دونك هنا حبيت نبارطاجي معكم كلشي بهذه الطريقه. بسم الله، نغسلهم كامل يعني بهذا الشكل كيما تغسلو كامل المعنات ونستفهم. احنا بعد ما غسلنا المعنات تاعنا، نخلوهم يقطرو، نمسحو البلون دو طرافاي ونجوزو نوجدو باش نكلاصيو الموسكوتشو تاعنا. احنا بعد ما نيتواينا لا كويزين تاعنا، غسلنا هذوك المعنات حطيناهم يقطرو، نجوزو قلت لكم نوجدو الكلاصاج اللي نديكوريو به الموسكوتشو ديالنا. هنا عندي كميه من السكر كلاص تقريبا واحد الكاس صغير ربع، وعندي هنا الحليب بارد، وعندي هنا لاغوم تاع القارص. نجوزو نبداو نضيفو الحليب بلا عقل برك حتى نتحصلو على واحد الخليط ما خفيف ما ثقيل. بالنسبه للحليب ديرو بالعقل تدريجيا حتى دوك تشوفو القوام اللي نتحصلو عليه. نعرفو بلي السكر كلاص ما يحملش بزاف السوائل. بسم الله، هكذا بالعقل بالعقل مع الاستمرار في الخلط. بسم الله، هذا راح نديروه ديكور من الفوق، حاجه سهله خفيفه. نعرفوا بلي كل شيء غلا، دونك هنا كل واحد يوجد للضيوف تاعو
على حسب مقدوره، كيما نقولوا حنا بالمثل هذا شعبي جزائري يقول له ما ريتش خبزتك انا ريت عبستك. الضيف كيفاش تستقبليه بوجهك ماشي بواش تحطي له، دونك هنا حطي اللي تقدري عليه واستقبليه بوجه باشوش افرحي به، هذاك هو ليسونسيال كيما نقولوا حنا، يشفع على هذيك القعده ويشفع على هذيك القهوه. هذه هي هنا نبداو نخلطوا، قلت لكم دوك تشوفوا القوام اللي راح نتحصلوا عليه. بسم الله هنا نزيد قطره خفيفه، بسم الله، تحليب بارد من الثلاجه ماشي حليب سخون، عندك ها ودا يخفف لي هنا البنات شوفوا. هنا بعد ما تحصلت على القوام اللي راني حباته وهكذا، هنا نجوزو نديرو قطره تاع لاغوم تاع القارص. بسم الله قطره فقط هكذا، يعني على الذوق وعلى اللون. هنا نجوزو نديروها ديغيوغ هكذا باش يجينا كيما نقولو حنا ديك غادي، اذا قعد يعني هكذا، اذا ما تخلطليش المكون باسكو مازال ما طاب المسكوتو، سينو اذا تخلط لكم كامل ثاني راح يمد لكم لون شباب وذوق الشباب. دوك نخلوهم هادوما دو كوتي ونشوفو المسكوتو ديالنا. هنا بعد ما طابلي المسكوتو ديالنا، احنا قبل ما نقلبوه في صحن التقديم نجوزو نرفدو غير هكا شويه نشوفوه الى يتنحى فاسيلمون، يعني النوعيه تاع المول عندها دور كبير كبير البنات. بون نجوزو نقلبوها على بركه الله، بسم الله بهذا الشكل هاي لك. شوفوا كيفاش طابت حميمره ما شاء الله. احنا بعد ما قلبناها قلت لكم شوفوا كيفاش طابت ما شاء الله، نجوزو نحطوا عليها الخليط اللي وجدناه بهذا الشكل. شوفوا لا كولور تاعو جا يعني كيما نقولوا حنا روعه روعه، ما مريحتو ريحه ذوق الليمون. بالنسبه للتزيين كل سيده كيفاش تحب تزين، انا هنا راني ندير هذا الخليط وهي دافيه باش يتمشى لي يعني فاسيلمون. هنا بعد ما درت هذاك الكلاصاج بهذا الشكل، هنا نجوزو نرشوه بشويه كاوكاو ايفي اللي قاعد لي من الكيك تاع البارح اللي درتو الفيديو، جوزو شوفوه باسكو بنه وعجب كامل الضياف. بهذه الطريقه دوك هنا نخلوه يبرد شويه ونقطعوه بحول الله تعالى ونختمو الفيديو مع بعض. هنا بعد ما شفتو معايا جميع المراحل النتيجه اللي تحصلنا عليها هذه هي، يعني واحد الريحه راهي فيه ما واش نقول لكم، حقكم في الجنه ان شاء الله. جربوا الوصفه هذه ما راحش تندموا عليها. نقول لكم اللي زار قناتي اول مره يدير لي جيم ابوني ويفعل الجرس وما تبخلوش عليا بتعليق شباب، الله يرضى عليكم. يعني اليوم يديروا في ميم نسبه قليله زيدوا خلوا تعليق شباب، ربي يفرحكم ويزين ايامكم. واللي جديد اول مره يشوف لا فيديو نقول له اشتراك ابوني وفعل الجرس فضلا وليس امرا، الف مرحبا بك يا رب. ان شاء الله نفيد ونستفاد. هنا نجوزو نقطعو الموصو مع بعض، بسم الله واحد الريحه راهي فيه، وشوفوا كيفاش الطراوه تاعو بسم الله راهي باينه متقطع، بسم الله هايليك ما شاء الله. احنا بعد ما قطعتو زي حطيتو يعني في هاد هاد السنيوة، جا خفيف خفيف ويتفتت. دوك نوري لكم القوام ديالو، جا ما شاء الله. بالنسبة للتزيين كل سيدة نقول لكم نعاود لكم تزين بالشي اللي موجود عندها في البيت. هنا شوفوا كيفاش طاب الداخل، عفوا شوفوا البنات طاب ما شاء الله. شو نقول لكم، الصورة تتكلم عن نفسها. نقول لكم جربوا الوصفة ما راحش تندموا عليها. نقول لكم صحة قهيوتكم، طلعوا في روحتكم الوصفة الجاية. سلام سلام.